السلام عليكم الطيبين، انا خليفة الهارون معروف كمستر كيو مع رقمي تي في، واليوم انا عندي الايباد برو الجديد من ابل 10.5 انش. بقول لكم اذا المفروض تشترون الجهاز او تسوون ابجريد اذا عندكم الايباد السابق. يلا خلينا نشوف شنو داخل العلبة. انزين، فخلنا نبتدي. عندنا الايباد مني ولازم نشيل البلاستيك، ولما احنا نفتح العلبة بنشوف طبعا الايباد. خلوني اقول لكم انه عندكم نوعين من الايباد، عندكم اللي يسمونه الواي فاي وعندكم الواي فاي زائد سيلولر. ومعنات سيلولر انت تقدرون تحطون او تركبون شريحة وتشبكون الى شبكة عادية تستعملون الداتا. وطبعا تقدرون تشترون الايباد بعدة الوان، اللون الفضي الوردي والذهبي واللي يسمونه سبيس جراي او الرمادي. فطبعا عندكم عدة الوان، وطبعا هاي الايباد برو. بس خلوني احط هاي على جنب دقيقه وخلينا نشوف ايش يعطونا. عندنا اللايتنينج كيبل كالعاده وحاطين كل شيء، يعني تشوفوا مثلا هالقطعه الورقه مني حاطين مثلا مساحه علشان هاي ما يتحرك. هاي والله حركات ابل. فخلوني ارجع هاي والحين افتح الدفتر او الكتيب ونشوف انه عندنا ستيكرات، دليل سريع، وبس بعض المعلومات اللي تتعلق بالضمان، وأيضا عندنا الشاحن. طبعا أنا شريت الآيباد من أمريكا فعطوني الشاحن الأمريكي. إذا شريته شاحن في أو شريته الآيباد في الشرق الأوسط أو في أوروبا بيعطونكم لبو 3 ضروس. إنزين، خلونا نحط كل شيء على الجنب وخنشيل البلاستيك وتفضلوا الايباد الجديد. خلونا انا اشغل الايباد وبنتكلم عن المواصفات. فشنو الفرق بين الايباد برو 10.5 انش والايباد السابق او حتى الحالي 9.7 انش؟ اولا تقدرون تشوفون من وراء الايباد الحين احنا عندنا طبعا فلاش، وان الكاميرا طالعه على برا شوي اكثر من قبل. السبب لان الحين نقدر نسجل 4K ايضا فيديوهات. طبعا احنا عندنا فلاش 4 LED. شوفوا، انا عارف ان الكثير من الناس هم يحبون ان يصورون مع الايباد، ولكن انا ما احب الناس تعمل الايباد كذي. انا عندي تليفوني، اعتقد معظمكم عندكم تليفونات بتستعملون تليفوناتكم، ولكن حلو ان احنا عندنا الميزة. يمكن التليفون فضى، يعني احنا ما عندنا بطارية وما نقدر نشحن التليفون فلازم نستعمل الايباد مثلا. بس طبعا الكاميرا الامامية مهمة، خاصة للاشخاص اللي يبون يستعملون سكايب او فيس تايم. ايضا خلينا نتكلم عن المعالج الجديد. حطينا لكم الكود من اسفل وراويناكم انه طبعا في فيديو سابق انه هاي اسرع من المعالج القديم ب 30 إلى 40%. فطبعا هاي وايد حلو. ايضا تقدرون تشوفون مع الشاشه ان حاطين اللي يسمونه طبقه مضاده للبصمات، بس لحد الان اقدر اشوف بعض الدهون. بس المفروض ان بسهوله اقدر اشيل البصمات المفروض. وايضا عندنا اللي يسمونه الانتي جلير. شنو هاي؟ الحين لما احنا نستعمل الايباد برا المفروض ان انعكاس الشمس او الضوء على الشاشه ما تخرب على وضوحه الصوره، هاي المفروض ايضا، ولا احنا بنجربه وبنقول لكم. ولكن مع الليتات على اليسار وعلى اليمين ما تشوف الصراحه انعكاس كبير مقارنه مع تليفوني او في الاجهزه السابقه، فاقدر اشوف ان في فرق. طبعا انا بتكلم عن المواصفات، ولكن حبيت ان اراويكم شيء سريع، لان لما انا كنت اسوي السيتنجز لما كنت ادش يعني في القائمه طلع لي هاي ترو تون ديسبلاي. هاي ميزه جديده مع الايباد برو الجديد، وطبعا متوفر في الايفون 7، ولكن الحين احنا عندنا اياه في الايباد. شنو ذي؟ المفروض ان عن طريق السنسورات يراوينا مثلا ان المكان يمكن الليت اصفر شوي، اصفر يعني في الغرفه، ف
بيغير الشاشة علشان نقدر نشوف كل شيء مو بس بوضوحه بس أيضا عشان ما يعور عيوننا. ولكن لو أنا أضغط على هاي See without True Tone Display بيراويني الشاشة بدون تكنولوجيا True Tone. تفضلوا تقدرون تشوفون الفرق؟ فيقولون أن الليت الأزرق يعني يعور العيون ويتعبك أكثر، فالمفروض أن هاي يساعدنا. إنزين خلوني أخلص في السيتينجز وبعدين برجع لكم. من ناحية طول الجهاز 250.6 ملم، عرض الجهاز 174.1 ملم، ونحف الجهاز 6.1 ملم. نفس ما قلت لكم أنحف، ولكن البطارية نفس البطارية لمدة 10 ساعات، وايد حلو. أيضا من ناحية الدقة أو الرزولوشن عندنا 1668x2224، وايد حلو لأن دقة الشاشة من ناحية البكسل في الإنش 265، هاي مثل الآيباد السابق، على الأقل كبروا الشاشة وما نزلوا في البي بي آي. من ناحية طبعا النظام عندنا الآي أو إس، ونقدر نسوي أبديت إن شاء الله إلى آي أو إس 11. من ناحية الذاكرة نقدر نشتري ب 64 أو 256 أو 512 جيجا بايت، هاي نص تيرابايت، واو. من ناحية الرام عندنا 4 جيجا. من ناحية الكاميرا الأمامية 7 ميجا بكسل، ومن ناحية فتحة العدسة 2.2، نقدر نصور Full HD 30 فريم في الثانية أو نص HD 720p 240 فريم في الثانية. عندنا أيضا الفيس ديتكشن، هاي مهم خاصة للناس اللي يبون يصورون سيلفي. طبعا مع الكاميرا الرئيسية عندنا 12 ميجا بكسل مع الفيز ديتكشن اوتو فوكس، وايضا اللي يسمونه الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، هاي تكنولوجيا تثبيت الصور، وايد مهم للناس اللي يبون يصورون. طبعا انا بستعمل تليفوني وما بستعمل الايباد، اعرف ان انا قاعد اتكلم بسرعة، ولكن انا افضل ان احاول اخلص الفيديو بسرعة لكم، لان بعض الاشخاص قالوا ان انا اطول بعض الاحيان، فهاي لكم انتو. فقولوا لي ايضا في اسفل الفيديو هل تبوني ارتاح شوي اكثر ولا تحبون هالسرعة؟ قولوا لي، لأن أنا أبي أتحسن لكم أنتو. أيضا أقدر أقول لكم إن من وراء الجهاز إحنا عندنا الفلاش 4 LED. أيضا تقدرون تشوفون إن عندنا مايكروفون من أعلى الخلف. أيضا من أعلى الجهاز تقدرون تشوفون إحنا عندنا زر الطاقة، وأيضا عندنا السماعات. من أسفل الجهاز أيضا إحنا عندنا سماعات ومكان عشان نقدر نشحن الجهاز. على اليسار إحنا عندنا أزرار للصوت، فنقدر رفع ونقصر في الصوت، ولكن للأسف هما شالوا السويتش اللي كان يا يقفل الشاشة أو يعطينا الصامت، فإن شاء الله ما يشيلونه من الآيفون 8 في المستقبل، لأن هاي وايد مهم من أحسن الميزات. قولوا لي إذا توافقون معاي. على اليمين ما عندنا أي شيء إلا طبعا مكان للمغناطيس، وطبعا هاي يساعد إذا تستعملون الكيبورد الجديد الكيبورد كفر. فطبعا هاي أهم الميزات. هل إحنا عندنا NFC؟ لا. هل إحنا عندنا 3.5 ملم هيدفون جاك عشان نركب سماعات خارجية؟ هي نعم. هل إحنا عندنا واي فاي؟ طبعا. هل احنا عندنا بلوتوث؟ نعم. 4.2 A2DP، عندنا الجلوناس مع الجي بي اس، ما عندنا راديو طبعا، ومن ناحية الواي فاي A, B, G, N و AC. فقولوا لي هل انتو حبيتوا شكل الايباد؟ لما انا امسك الجهاز في يدي احس ان هاي انحف. طبعا يمكن تقولون والله انا ما احس في 1 ملم، بس انا اقدر احس في الفرق، وايد افضل، احس ان اقدر امسكه بسهوله. من ناحيه الجوانب خلوني اقول لكم، انا طبعا افضل الايباد لما الشاشه تكون اكبر ويشيلون الجوانب، بس اعتقد ان بعض الاشخاص يمكن يشتكون، لان الان لما يمسكون الجهاز يمكن يلمسون الشاشه بالغلط. بس طبعا شو يسوون بعد؟ عندنا تكنولوجيا اللي يسمونها البام ريجكشن، علشان لما انت ماسك الجهاز يعرف ان اذا انت تبي فعلا تلمس الشاشه ولا لا. ولما احنا نجرب الايباد الجديد بقول لكم اذا يشتغل ولا لا. طبعا من ناحيه السكيورتي البصمه ما كان عندي اي مشاكل مثل الايفون 7. الايباد جميل جدا، وانا عندي الايباد السابق 9.7 انش،
وأنا مسوي أبجريد إلى الآيباد الجديد. ليش؟ لأن صراحة حبيت تروتون، ومن المهم أن يكون عندي الـ 120 هرت. أعتقد أنه لما أنا استعمل الجهاز بيكون أفضل وأحلى في الاستعمال. بس إذا أنتم عندكم الآيباد القديم، اسمعوا بقول لكم إذا أنا أنصح في شرائه ولا لا. فالسؤال، هل أنا أنصح في شراء الآيباد برو؟ نعم، خاصة الـ 10.5 إنش، لأن حجم الآيباد شوي أكبر ولكن الشاشة وايد أكبر. طبعاً هاي رأيي، وأيضاً أنا حبيت إن الحين إحنا عندنا 120 هرت، هذا الرفرش ريت. طبعاً الجيمرز اللي هم يركزون أكثر على الرفرش ريت، ولكن الحين لما أنا أسوي سوايب أقدر أشوف إن كل شيء أوضح، يعني أقدر أشوف كل شيء سموث. فعلشان كذي أنا حبيت الآيباد برو وأنا شريت الجهاز. أبي أسمع منكم أنتوا، هل أنتوا تفضلون حجم 10.5 إنش أو اللي أكبر منه أو اللي أصغر منه الآيباد ميني؟ قولوا لي في أسفل الفيديو. وطبعاً لازم أقول لكم في كل فيديو شكراً 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 يا الغاليين، لأن أنتوا تعطونا الثقة في النفس وتساعدونا علشان نقدر نراوي الشركات العالمية إن إحنا العرب وإحنا نحب التكنولوجيا. إذا تبون تتابعونا لا تنسون تتابعونا عن طريق تويتر وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات. نعم، تابعونا على كلهم. وإذا تبون تشوفون آخر الفيديوهات لا تنسون تسوون سبسكرايب. شكرا ومع السلامة. طيبين، أنا توني ملاحظ شيء آخر، عندي ستيكر رقمي، بحط ستيكر مني وشوفوا الشاشة حساسة جدا، حتى أقدر أسوي تاب.